بسم الله الرحمن الرحيم، وعواشركم مبروكة بالصحة والسلامة إن شاء الله على جميع الأمة العربية والإسلامية جمعاء. معكم عبد المغيث الذهبي، عضو جمعية أجنحة صرح الرحمن، إن شاء الله لازقكم هذا النشاط ألا وهو الموسم الرابع من رمضان الأحمر. هذا الموسم إن شاء الله رجعنا لواحد المنطقة اللي عزيزة على قلوبنا ألا وهي أيت ولا البيطيط في النواحي ديال فاس. ان شاء الله جينا نتقاسموا مع هاد الناس الفرحه ديال رمضان والسعاده، ونحاولوا نخليوا واحد البصمه كما تعرفوا، فان الانسان خصو يخلي واحد البصمه، وماشي بالضروره تكون ماديه، وما تكون معنويه. نضحكوا معاهم، نفرحوا معاهم، نشطوا معاهم، نتقاسموا معاهم الاحلام ديالهم، نسمعوهم ونحسوهم بانهم راه كان واحد الشباب حاسين بهم، عارفين من شنو يعاني وعارفين شنو ناقصهم. وان شاء الله نتمنوا نكونوا عند حسن الظن ونعطيهم واحد الاضافه اللي تبقى لهم مدى على المدى الطويل ان شاء الله، ونقدموا لهم واحد الاضافه زوينه في الحياه ديالهم. وهذه رساله ان شاء الله لجميع الشباب المغربي، كل واحد فينا ان شاء الله الا جينا كل واحد فينا ياخذ التغيير ويدير التغيير ويصنع الفارق ويقدم سوا واحد المساعده للناس، فان ما يبقاوش داك الناس اللي محتاجين، ما يبقاوش داك الناس اللي خاصهم غير اللي يسمعوهم، خاصهم غير اللي امن بيهم، اللي يثق فيهم، اللي يعطيهم واحد الفرصه يعبروا على المواهب ديالهم، على الطموحات ديالهم. ونتمنوا من الله التوفيق، يوفقنا ان شاء الله سنوصل داك الشيء كامل اللي تنتمناو. وشكرا بزاف، وباسمي واسم جميع اعضاء جمعيه اجنحه الرحمه تنشكركم وتنقول لكم عواشر مبروكه. تبارك الله.